بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله البغاشة بفكرة بسيطة من عجينة الباف بيستري الجاهزة. وعجينة الباف بيستري موجودة في اي هايبر ماركت، وبيكون في منها مربعات صغيرة او مربعات كبيرة، وسواء الصغيرة او الكبيرة هنستخدمها عادي. وعجينة الباف بيستري ممكن نعملها في البيت بس بتاخد وقت طويل ومجهود، فالافضل ان احنا بنجيبها جاهزة. هناخد قطعة من العجينة وهنبدأ نعمل فيها بالسكينة شقوق بالشكل ده، بس ما توصلش للاخر. بعد كده هنبدأ نطبق العجينة بالشكل ده، هناخد طرف العجينة على النص، بعد كده الطرف اللي بعده، بحيث تكون معانا بالشكل ده. وبعد ما نشكل العجينة هنرصها في صاج، وهنسيب مسافة ما بين كل واحدة والتانية، وهنسخن الفرن على درجة حرارة 180 وهندخلها على الرف الأوسط. وخلاص كده استوت معانا، وبتاخد معانا في الفرن حوالي 25 دقيقة، وبنشوفها لو كانت احمرت من تحت ولسه وشها محمرش بنطفي الفرن من تحت وبنشغل عليها الشواية لحد ما تاخد لون. بعد كده هنسقيها بشربات بارد تقيل، وطريقة الشربات الرابط بتاعها موجود في الوصفة تحت الفيديو في أول تعليق، وبنسيبها لحد ما تشرب الشربات وبعد كده بنقدمها. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء ان شاء الله في الفيديو القادم.